استعدادا لاجراء الانتخابات النيابيه والبلديه في فصلها التشريع السادس تواصل وزاره الداخليه بجميع اداراتها العمل جاهده لنجاح العمليه الانتخابيه. وتعتبر الاداره العامه للدفاع المدني احد الاذرع التي تسير وفق خطه واضحه واستراتيجيه مرسومه مسبقه مسبقا في سبيل اتمام العمليه الانتخابيه بافضل حله. تعمل وزاره الداخليه انطلاقا من مسؤوليتها في حفظ الامن والنظام العام على تامين الانتخابات النيابيه والبلديه للفصل التشريعي السادس بتكاتف جميع اداراتها والجهات المعنيه ذات العلاقه وفي هذا الاطار تقوم الاداره العامه للدفاع المدني جاهده وضمن الخطه الاستراتيجيه المتبعه في تامين السلامه العامه في جميع مراحل سير العمليه الانتخابيه بدءا بفحص المراكز الانتخابيه والخيم الخاصه بالمترشحين لغرض الدعايه الانتخابيه وصولا الى تكثيف الحملات التوعويه لحمايه الارواح والمنشات خلال هذه الفتره